دخلنا في الوقت الماتش الوقت الاضافي الاول، الشوط الاول منه قد ايه كان؟ احكي لي كده عن هو الوقت الاضافي كان 30 دقيقه وانا نزلت احمد ياسر ريان والجزار وطلعت عمار وطلعت عبد الرحمن مجدي وعملت تغييره في تشكيله الفريق. لعبت بثلاثه مهاجمين والثلاثه مهاجمين كانوا اثنين متقدمين من ناحيه راس حربه صلاح واحمد ياسر، ولعبت برمضان يلعب حر بس من ناحيه الشمال كلها، يعني كان في الاول كنت مديله حريه يجي يمين ويجي في القلب ويجي كده، لكن انا طلبت منه يشتغل من الجزئيه من ناحيه الشمال لان صلاح سريع فبيقدر يمشي من المنطقه دي، واحمد ياسر بيشوط وبيلعب كتير. وقلت يمكن قلت لرمضان، قلت له رمضان لو ركزت في الشويه دول ممكن انت اللي كسبنا البطوله. وخاصه كان رمضان عنده دافع قوي، اقوله بصراحه يعني ايوه انه يكسب احسن لاعب في البطوله، كان عنده دافع. فالحاجه الوحيده اللي الدافع ده هيحققه اداؤه في المباراه وانه يبقى كابتن التيم ويبقى هو صاحب البسمه اللي على كل الناس اللي مش هيبقى له معنى لو ما اخدناش لو ما اخدناش. الربع ساعه الاولانيه عدت الحمد لله احنا متوازنين في الملعب، بس كانوا كوت ديفوار كانوا ضاغطين برضه يعني، بس كل يعني الضغط اللي عليهم في الوقت الاكسترا تايم ما كانتش حاجه مؤثره عليا، يعني انا مش قلقان يعني ما عنديش حاجه كانت ممكن فيها خطوره تيجي فينا جون، او انا قلقان من الشكل التكتيكي بتاع الفريق لان الشكل بيتغير كل وقت، لكن كان عندي احساس ان كل ما الوقت بيطول لاحظي ان ما احنا مع كوت ديفوار في 2006 او في اي بطوله او اي بطوله لعبناهم كنا احنا بنكسب دايما المنتخب المصري مع كوت ديفوار بالذات. انا وانا بلعب 86 نزلت بعد ما نزلت بثانيه جبت جون في كوت ديفوار ولو كنا تعادلنا كنا خرجنا. انا كنت نازل دي اول كره مسكتها، ما كانش في كور تاني. شوقي غريب وانا بلعب وهو لاعب كره ما كان بيلعب مع المنتخب الوطني ضد منتخب كوت ديفوار وده منتخب كوت ديفوار والجون ده كان السبب الرئيسي يعني انا دي اول كره استلمتها هنا ولعبتها هنا اهوت لكابتن خطيب هو اللي واقف في الارض وده كان كابتن مصطفى عبده وكان الجون ده والجون ده كان سبب ان احنا كملنا. كنا مغلوبين اول ماتش في البطوله مع السنغال كملنا وخدنا بطوله افريقيا وانا لاعب، فدي كانت حاجه. انت متفائل ما عندكش انا برجع للذاكره. طب لما كنا مثلا مع 2006 و2008 و2010 كل نتائجنا بنكسب كوت ديفوار، كل نتائجنا نتائج حقيقيه، نتائج كبيره حتى في الارقام مش نتائج صغيره، نتائج كبيره في الارقام ان احنا بنكسب كوت ديفوار. كل ما كان الوقت بيفوت انا ما كانش عندي قلق خالص ان احنا هنجيب جون ونكسب. فعلا والله ما كان عندي قلق ان احنا هنجيب جون ونكسب، والجهاز قاعد معايا وبقول لهم حتى وانا بقول لهم ما حدش يقلق، للجهاز ما حدش يقلق يعني خلوا كل حاجه على ربنا. ساعات بيبقى الانسان عنده طمأنينه بيبقى هو قلبه حاسس. حتى الكره دي انا كنت بكلم الجهاز كان تقريبا في الدقيقة 25 او الدقيقة 24 تقريبا الجون اللي احنا جبناه، فانا بكلم الجهاز وفي نفس الوقت وانا بكلم الجهاز وماشي يعني انا بكلمه وماشي طالع بقى على الخط، وانا طالع على الخط اتلعبت الكرة لصلاح لعبها لاحمد ياسر شاطها ردت والله وهي بترد من ايد الجون وانا شايف رمضان قدام عينيا كده. انت عارفه حاجه ازاي؟ انت عارف حاجه بتمر قدامك تتخيليها؟ انا شايف حاجه كده عمال اتخيلها، هو رايح للكوره وقام جايب الكوره جول. انا مش ما عرفتش بقى انا عملت ايه ساعتها، انا لفيت وجريت والله بجد. كملي. لان هي لحظه وقتيه، انا مش يعني رحت بجري، فانا بجري كده لقيت في وشي كاميرا لفيت ورجعت. يعني انت كنت بتجري من الكاميرا اللي لا وشك. انا بجري مش عارف رايح فين. يعني انا جريت ناحيه الشمال مع ان الجون احنا جبناه الجون الثاني واللعيبه بتجري والناس بتجري كده، انا جريت كده.
فبجد انت عارف يا كابتن انه اللقطه دي احنا كنا بنتفرج مجموعه يعني او حد قال ايه ده الشوت ده حلو قوي الكاميرا ماشيه كده وكابتن شوقي ماشي كده هو فاكرها فنيا لا انا مشيت انا جريت كده وبعدين بصيت كده زي ما يكون كل حاجه هنا وانا جريت الناحيه دي كده فبوش الكاميرا فبقيت مش عارف يعني شايف المنظر مش عارف ايه اللي فيه حسيت بال80 ألف اللي كانوا موجودين والله العظيم انا حسيت ان المدرج هيقع بجد من الرجه اللي حصلت ساعه الجول الرجه وبصيت لقيت اعلام مصر كلها مرفوعه والناس والله العظيم حسيت ان زي ما يكون في حاجه في الاستاد مش يعني كده زلزال حاسه بزلزال وزلزال ايه زلزال قوي الناس واهتفه وبعدين 5 دقايق ما بطلوش يعني الوقت لغايه ما الحكم صفر لغايه ما الحكم صفر وهم ما يعني انا متهيالي ما حدش يعني قعد على كرسيه او ما حدش ولا خالص فعلا يعني